كويس. كيفك؟ هلا صرت منيح. الله يبارك فيك يا رب. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يخلي لكم. هلا هلا نورت. نورت. هلا هلا صرنا منيح. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. انتوا ابطال. ابو الدار ما بتوع. هاي عنا اياها نحن. ان شاء الله بتقوم تمشي. اكيد اكيد ايه اكيد. اكيد الله يطول عمرك كلنا جنودك انت امرنا نحن كمان نحمل سلاح ونطلع الجبل. يا هلا الرئيس طولت باينة مين حسن شقال من زوطة الغربية زوطة رجل هندسة وبالشرقية مين الشرقية اولاد عمنا الله يخليك يا رب طول عمرك ربي يحفظك قدامنا في ده المؤسسة طيب في ده هالوطن ان شاء الله بنعمل اللازم وبترجع سيدنا يا ريت لو نرجع من هلا عن الحارب يكون حد زملائنا رفاقه عملتوا واجبكم الاقصى زملائكم رفاقكم عم بيكملوا وهذا شيء طبعا بيعزيكم انه عم تنجح المهمه اكيد بفضل الله على فخامتكم ولقيادة الجيش الله يخليكم سيدنا طلب مني الصبح امبارح لما اجى انه كان يقبل بي يستشهد قال مش مكفية هيك إلا بدو يستشهد قلت له أنا خلي دور لغاية إذا في شيء موجي لكن كل عسكري بيروح على الجبهة بيقول أنه معقول يستشهد هلأ كان ناوي أنه يستشهد لا ما قبلني كيف معقول يستشهد معقول لا رايح يعمل مهمة هو عم يعمل المهمة ما قدر يكفي لأنه صار معه هالحادث يطولنا عمرك بيو انا بيو لمحمد الشيف زيارتك كريمه لهون وتواضعك اللي مش معقول انا شخصيا مريض سكري هلا صحيت مش الشباب الله يخليك احترامي الله يخلي احترامي الله يخليك طول عمرك الرئيس كيفك خليك الحمد لله ماشي الحال الله معك رئيس يعطيكم العافية الله يعافيك كيف ماشي الحال ماشي الحال كله ماشي الحال الحمد لله عايشين بعدنا نروح فينا بدنا نصح ونرجع نطلع بعدين بكره بترجع تمشي في عنا الوسائل والعناية والبدك إيه الله يحفظكم ما بدنا ننتقل عليه الله يحفظكم